it is always applicable. كل واحد بعمة جاعد وكاتب على القبعة انه انا بعمة في هذا الريبورت تمام؟ فبيدخل الناس بيحط هذه الرسالة اللي هو هذه المسج تبعته للناس بيقول للناس انه اعمى فقعد من جنب واحد مسك الحط له طبعا قرعين فلوس وغير الرسالة هذه وبالليل عدى كم مرة حس في الاعمى قال له تعال انت تعال من بعد انت ما غيرت الرسالة هذه انا كثير صارت تجي من فلوس ايش اللي كتبته؟ فقال لهم انه انا كتبت انه بالحياه انت حلوه كثير وانت شايفينها لكن انا محروم منها بس رسالته خاصه بالعاطفه عندهم اصابهم اكثر انهم يدوا فلوس اكثر فهي العمليه شيء بسيط بس انا غير شويه في رسالتي لانه وصلت للطبيب علي نتيجه افضل بكثير الكومنتمنت الالتزام تحديد رساله من المنتج حيعمل تغيير كثير في الاستمرار الحياه القيمة اللي بياخدها للزبائن لازم طبعا احنا كنا بنحكي على الكوست على التكلفة على الربح على كذا كثير مهم التكلفة مهمة جدا لكن كمان عشان يقيمني الطبيب او الجمهور بياخد قيم ثانية اللي هي الريليشن والريسبكت والسيرفيس اللي انا بدي اقدمه اياها هذول بيجمعهم معي اللي بفلوس اللي بدي استفيدها وبدي محصلة منها عشان هيك بدي اقرر الاختصاص فيه لما يكون في تماثل مع شركات او مصانع بالنسبة لدورة حياة الأسبوع دورة حياة الأسبوع مثل ما بتعرفوش تمام؟ بتبدا تبني وتطور العلاقات مع هذا المسير المدافع عنك وبعد ما انت بتصير لويال بدور لك على ريفرال نيو كاستمر بدور لك هو يصير يدور لك على جزاء الاشتراك في هاي الحالة هذه مرحلة كبيرة ممتازة عشان تصل لمرحلة الفير زون تو فير زون كلين مش انا اللي بربيك هو بيساعدك هون اللي بيحكي على الأسئلة الآن كاستمر ريليشنشيب مانجمنت بقول لك إذا كومبريهنسيف استراتيجي أند بروسيس أوف ريكويرمنت أند ريتيننج أند بارتنرينج وذ ريليتيف كاستمر تو كي بي أي تو بي ويز فاليو أوف ذا كومباني علاقة كثير مهمة جدا يعني الشركة لازم تحب الكاستمر هو في الكور في النواة في المحور في الأساس بتاع الشركة وتتبع معها طرق معينة وأبقى طريقة اللي هي البارتنرينج والدليل اللي قالوا اخونا خالد انه لن يوم بيكتبوا الشرط الافضل من صناع الغزه يعني الطبيب مساهم فبدور على خيط اذا انا قدرت اصل لمرحله اي معينه اني اجيب مجموعه من الاطباء في منتج في منتجين في ثلاثه اعملهم شركه اعملهم وطبه مع قواعد واستراتيجيات الشركه بحيث ان كل منهم فايز من الكتابات تبعتهم حتى انهم يكتبوا بشكل مستمر وهذا صار معي في منتج التيربو وفي البروجكت في التيربو للأسف كانت شركة كبيرة في سنة 2009 صارت 5000 عينة حسب العينات اللي وصلت 5000 عينة المبيعات من 1690 كانت 1000 تخيل لما مصنع يصل 5000 عشان يجيب 1000 إشي جنون إشي على المدى البعيد خسارة اللي قلنا ضغطنا على ضغط الجبائن لقينا في ناس بيحبوا العشرة الاجتماعية وفي ناس بيحبوا الشركة اشتغلت عليها وكان واحد من شركة كبيرة زي بتدينا 10 قطاع على كل 100 عشان أغطي كبروموشن هدايا للدعم اللي هم عملوه حققت ارتفاع 2000% بين 20,000 رغم المضايقات اللي كان هو يقول لهم بالضبط لدرجة انهم منعوا علي الاحترام ادي له اقتصادي عشان اكون علاقة صاروا يكبوا على الناس بسوء عشان يخربوا السيستم ليش في طبعا اسباب كثير فقط بدون مرور اي حلقه جلسه هذا بس انا بدي اقول لك انا شركه وين بدي اقول لك انا حاولت اني وكيل فبطلت معها الشركه بس انا بدي اقول لك انا على الحياه
أنا كنت جاي بالقصة عندي مصارعة مصنوعة في يومين في قصة، لكن أنا عشان بدي تأمين على هذا. دخلت وين بتحول الموظفين ساعات بطلع راجع لي مكان محصور تفضل. موضوع حساس جدا شهادة الجي ام بي وموضوع مصيري جبت على مصعب تصوير ودخل عليهم ملايين فقال لي بيت قطري طلع ما في الدين هو يكتب الفكره مش قادر يجيبه قلت له انا دكتور كمان انا شخصيا مع صديق قلت له قلت له بدنا في عهدك نفتح باب التصوير للمصري ايش المطلوب قلت له الفورم هذا بالضبط انا اللي ثلاث اشخاص بالعالم وثلاث اشخاص بالعالم وقعته واتصلت على زياد مدير قلت له زياد بعتله رساله قلت له جاي موقع قال لي ايش قلت له قلت له شهاده جي ام بي خلاص معاك فقال لي ما تبعتهاش انا في الخليج خليها لما اصل رام الله بالنظر اللي فات بقول لك ايه معاك بعت لما اتصل استنيت اسبوع اسبوعين دفع ضغطه ما حد قال لي شكرا اهم شيء بقول لك يا لما شفت الدكتور ما تلاقي ايش تشكر هذا شيء مش مكلف شيء لكن بالاحترام ما شفتش حاجه لما بلشت اتواصل في الانشطه الاجتماعيه ما بديش ارفع تقرير منه تعالوا مش رايح ليه رفعت الانتراس قال لي ممتاز اشتغل واعمل وزياد قال لي اعمل بس ما بعرفش شو الخلق عليك كان واحد بس خلق 2% على الدولار واحد بيجيب لك 30% وصار دور يدرس يمدد 35% واحد قاعد يعمل مخاطرات وتطور نفسه قال لك تجيبه فيها وانت جاي من الشرق ابعت ال10 دينار ابعت ال10 دينار ابعت ال10 دينار ابعت ال10 دينار ربنا يعني خلاف بينه وبين اداره التصوير انت بتحاول الخلاف ده خلاف شخصي ليش؟ يا راجل انت شفت على حد اليهود اليهود كلهم بعض الكلام وحد يقول لك بتحصل على كيف انت غزت الملك وانت غزت الملك في ضرب الكندا ساعتها قال لي استنى على الزمن راجل ممكن يترجعني خذ العينات اللي بدك اياها انت مأمن انت كذا انت كذا سيبك من موضوع المهني تعرف تطلع يا زياد موضوع هذا اطباء مهم بيعمل على تطوير المهارات الاساسيه بيقدر عندي الخدماتيه اي مدير ليش المدير بيجي مع الناس بيجي مع الطلبه احنا بنحكي في بلد مش لنا غير اطفالنا ونطلب مع المدير بس المدير بيجي لحل اللي عنده هاي بيصير معي جاب المدير اللي انت لو تحملت الصبر اللي تحملته عشان كيف كل مدير يقال شايف والتعسير والقصص هذه هي مش هو حتى لان هذا المثل اللي انا اليوم اوقف عليه بقول لك كنت 3000 دولار في غير ضياع الحاله ليه بالرغم من ما وصلت للصح قلت له بضل مع ما فيش شيء انت علمت لما اكون مقتنع الشرعي اللي اوصلها بشكل صح أنا ضحيت وقال يا خالد لدرجة إنه أنا أكل بطة لما كنت باب للآخر بدي مطلوب البيت عشان أعرف حد مع الله كنت باب لدرجة غير بيجا بيجا يجيني الشهر تمام أو تحيي على دين كما في شيء مش راح تحاول بيجا يجهوا مش راح معه كنت باب فخليني أسأل خليني أعرف وأجد قلت تصور العقل النظام التقويضي العادي لزياد الطبيب من طريق عيادته وشركات الدنيا كلها بتعدي عليه ووجع عيادته طبيب تفكيره في الخمسين شكل اللي مرة بدلت من النمط العادي كله بيشتغل بنفس الأمر واحنا قاعدين بنقول في عيادة التغيير الثاني عمل الشيوخ والكليات التغيير هذا مش تغيير تأليف لا ارجع للمعلومات ما احنا ارجع للبرنسبلز الجديدة بالتصوير شوف على حالك هتقول بالمثال انا مش راضي احكي مشروع انا بس يكون انتوا تحكوا المشروع انتوا حكيتوا مستشفى مع المشروع الاجتماعي انتوا حكيتوا مستشفى مع المجاعات من خلال دعم الاطفال ممكن تصل للزواج شباب كثير انا بحاول ان اقول لكم بس مجرد تبطل الافكار عشان تبطل القرار هذه شغله كثير مهمه انه الانسان لو عم تحصل تبدا منافس زي اللي يظهر الأسد الزيوني والغزال الإسلامي كله بس استمر شبكة الحياة كيف تجري بسرعة؟ كثير كويس بس بالصح الصح مهم تفرمل وشوف كيف تجري صح بناء على رسالة وعلى رؤية وعلى أهداف وعلى حياة اللي كيف تعيشها عشان تجري صح لازم تمشي على قواعد الحياة
حكينا على موضوع الزيارة، موضوع النموذج يعني كيف احنا وصلنا لموضوع النموذج، مشروع انشاء نادي اجتماعي علمي مجهز للتدريب لممارسة الأنشطة العلمية والاجتماعية. طبعا انا بدي اقول هذا الطبي يا بلاش، أقول إن شاء الله سيكون في وجود في الرجالة ومبسوط بوجودي معكم، وحيكون دعم عند الأطباء والصيادلة والتدريب والأفكار والمنتجات والرسائل. لأن لو كان الموضوع نادي للأطباء، أنا رحت على فرجي في يوم من الأيام أنا والأخ نجيب على أساس ناخذ نادي للأطباء، لأنه أنا حاسس إنه وجودنا في النادي هذا حيشوف كل العائلات مع بعض، وتحطوا البرامج اللي انتم بدكم اياها، شوفوا زباين، شوفوا الاطباء، شوفوا كذا، نعمل على التطوير. وكانت ايامها مشاكل كثير بين فتح وحماس. فبدوا يروحوا على المجال على النادي، النادي معها. فقلت احنا لو بدينا في النادي هذا في مكان بيعود بالنفع للاسرى. اجى الاولاد بيكون 15 او 20000 شيخ مش متذكر الرقم. لكن اجى على المكان هذا بعد ما حطينا فيه بعض الشغلات اللي بتوحي عن الأسرة، حضر وكذا وشغل لهيك وطابون وأسد بعضل عن الأسرة وأيام اجتماعية. قالوا لي في وجهة قالوا شنيني وكان هو وزورته وكان يوم رائع جدا، دابك وشغلات لهيك وكان مبسوط وأجل وزور مفيد مخدرات، وكان بيتمنى أنه تستمر العملية ولا بالفضل يعني شكله كل يوم هي تتجدد المشروع عشان الله ما هذه اللي عم تصير. كمان برضه بتمنى الشباب وكثير اطباء بيتمنوا انشاء نادي للاطباء. نادي للاطباء العائله من الاطباء والصيادله والزباين والشباب. من ناحيه تجاريه هذا كثير مهم في المكان. اذا واحد بيعمل استثمار في المكان هذا بكون انه موجود لطاقه بحيث انه انا اخذه بدون ما ادفع ادخوليه. ويمكن لما اروح اشرب شاي وقهوه انا واولادي. يعني شغلات بسيطه ما بتكلفش شيء. وفي ناس كانوا جاهزين يعملوا اشتراكات منهم من ناس يعملوا اشتراكات. هذا المكان ممكن نشوف مكان في مستثمرين فيه، وممكن احنا نعمل قاعده ثانيه ونعمل برنامج فني محاضرات نعمل فيه وانشطه تطوير المهارات الاساسيه، لان المهارات الاساسيه كبير حدث في اداره المهارات في بناء الطريق في اليات حلول المشاكل في التخطيط في تحديد الهدف والرساله في الطاقة، في الذكاء العاطفي، في تعزيز العلاقات الاجتماعية. أهم مرحلة في بناء العلاقات هي التعاطف. إنه أنا أكون قاعد مع زبوني حاسس إيش اللي بيجيني. أنا مش راح أنتهي فرصة منه. أنا يعني لو أنا مكانه كيف بده يكون تفكيري؟ بفكر في إني أطور وبفكر إنه أنا أستفيد بس بفكر إنه بيتوفر شيء. من هامش زيادة المكان. حكينا عن الميتينج على بالضبط عام في دولة دولة 15000 كان من مكان مجهز 10 دولار صحب مجهز لقاعد مجهز في طاولات مجهز نهائي دوام يعني قبل تتخل في يعني تتخل هل 15000 أجار بس الأجار تجهيز وتجهيز برضه تجهيز مش احنا عملنا من الأشياء البسيطة كانت في الحصار من المخلات عملنا طاولات وفراش من المخلات عملنا طاولات وفراش وقاعدة عالمية من الطينة الأشياء البسيطة عملنا الرسومات تتعبر عن الأسرى عن فلسطين من الشاش والقماش عملنا الشعار الحرية للأسرى تفضل أعتقد إنه ده شيء ما في شيء في الأزهار، أنا هو يعني فيش عشرة دولار، أنا خمسة دولار، بس هذا عشان كل شيء. توقع قديش كنت أنا مثلا طاولات طاولات اللي أنت لو بديت أنت تحكوا إياه يا أخي ممكن نحكي عن مبلغ مرتفع شوي، بس أنت قلت إنه ممكن يشوف في طاولة، ما فيش مشكلة. ما تبدل فكرة، لا تبدل فكرة. مشكلة تعمل نادي، أنا بديها خيار إضافي. مش حاطه اساسي بتاع الشركه هذا حاطه رقم مش عارف ايش مش كثير، لكن لو كان بكثير بتكون مهمه وكمشروع استثماري بعيدا عن الشركه كمان انه مشروع مهم جدا. انت عارف صار لي كتبت احمد اول التصميم فيها قالوا لي مطاعم عدد عائلات 5000 منهم يعملوا مشروع تدريب بلوك بيشربوا شاي قهوه 120 شيء بالشهر طبعا 5000 مش رقم مثلا
فلازم كوسيلة نتدعي العلاقات الاجتماعية مش الأساسية في وسائل ثانية هاي العلاقات الضغط هاي مكان كان في الجوف وآخر كان في الضغط مش شرط يعني مدادية بلاش لا هذا بونس بضغط معاي؟ احنا هدفنا ان الشركه مش بس تبيع نفس المستويات، انها تكبر، لازم تطور، لازم تتعب.
مجالات كثيرة، إذا طلع كل الطاقة الموجودة في المجالات مش لازم تكون تجربة، تطبق في الضفة وتطبق في أماكن ثانية. يعني التخطيط وأهمية التخطيط والرسالة والرؤية، وطبعا برامج يعني أنا حاولت أختصر بقدر الإمكان شايف، لأنه برامج كثير كبيرة وكبيرة وبدها وقت يعني عشان تشارك فيه وتتوصل تريح الماركتينج والماركتينج يحكوا عن ثلاث شغلات مهمة جدا، يحكوا عن الرسالة تكون واضحة وموجهة ومؤثرة وفيها جارانتي طبعا، يحكوا عن الماركت مين أنا أبدأ أستهدفها في الرسالة هذه، يحكوا عن الميديا مين أبدأ أتحرك فيها في الماس كوميونيكيشن، يحكوا عن معلم ابدا يكون الموقع عملت اللي ما مش موقع عملت بالجلس يكون المؤاوض وفلسل وابدا حتى لو كنت بسيط لما تقدر تكون تحضر في الفرق تبدا تطور في النظام خلي يكون مجال الالكتروني تعليمية فلما نخش في الشركة في المقابلة نريد كيف أن نقفل في المقابلة على عنوان بريد وانت يعني هيك تشغل في البيت طالما انتش عنوان بريد موضوع يشغل عنه ما قبل أي أسلام وبدأ يتم سواء سيارة نقل وتطور على ذلك المسار عن شركة نقل وهو عنده شركة نقل برضو في الشيء عنده عنوان بريد ففعل الاجتماعات الجديدة قالوا له أنت يعني سألوا إيش رأيك طريق عشان نمعكك المشروع فقالوا مش إيه عمال لي قالوا كل هذا عندك بسم الله ما شاء الله الشركة وش عندك عمال بريدي طبعا كيف لو قل لك عمال بريدي قال لو قل لك عمال بريدي كان ده عمال بريدي كان ده عمال بريدي بقول ليش؟ بقول لبس تبع تغريد طول.
لكن لازم الدراسة رفض عليه ونص عشان نخدم الخزمات المسلمة شريف نور لعبالة صفحة الأدوية الثالثة كرتون بدون كرتون جديد والصحة اشترك على أنه كرتون يكون بس هم مرسوية اللي قرار الله يعني عندي هاي الصحة يقولوا فيه اكتماع إنه نجيب كرتون بدون بس هم بس ما موجود على الأول نقول إذا العدة تكون وين عدة أي معتاد زي كرتون فقلت له أنا في احتمال إنه نجيب كرتون بدون بس هم فجأت لسه خش رجالها حكت داخل ساعة النهار بتقول لي والله يا شباب ايش الجرية اللي بعد كرتون بس نمبر وكلمة قلت لها ابعت كرتون بدون بس نمبر وكلمة لقيت كلفنا وقت وشغل كثير كثير فبدأنا نحكي في موضوع يعني شغل وفي وضع علمي فقلت لها احنا جينا بصراحة والمؤنس تعاملنا معاه واتفهمنا على كذا 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 قلت لها لو فينا لقاء اليوم بيجمع تطمين عندنا اذا الوجعات والدعاية لقاء اول مع الاخ كذا 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 فهمت الموضوع كله الظاهر كان عنده موضوع ثاني الظاهر ما فيش عندها علم بموضوع اي كان يلا احنا على قلت يعني قلت لها المؤمن حكينا معه قلت له المؤمن احنا بلغنا اليوم انا عفوا كتبت المؤمن مش شغال ليش؟ ليش مشهور هو كان عنده علم من الجوع الراحية حتى المؤمن قال لي المؤمن ايش قال لك انت اول ما ظهر صحيح واحنا قلنا لا احنا شغلنا على حالك قلنا كنا صح؟ هذا كان صح انا فكرت انك تتكلم من اول ما انا اول ما انا راح اتكلم عن الضغط لانه انا معي اصنع فكره كويس انا معنى اسرع بكره بعد الظهر انا في بالي انك انت حاكم ولا حكيت بحاجه اقول لك يعني انا الفكره اجت لانه بدون الضوء لا احنا لا نقول معه بدنا نشوف شو نعمل احنا بدنا نثبت بس شو بدنا نثبت يعني احنا بناخذ بالواقع شو بنقول بالواقع لقيت احنا بعد نشوف ايش اللي ايش فيه شو شامليكم ايش الخطه اللي بقدمها من اجل كذا لازم يكون فينا قرار يكمل الإجابة أنا مسلم وإحنا معنيين نرفع الشركة بقدر ما نقول لا يا جماعة قدرة على وضع خطة عملية مؤثرة يكون فينا قدرة على الاستيعاب نقلي وليش يا عبد الله؟ وش الله Thank you.